سائل يقول أحسن الله إليكم، ماذا تقول في استدلال أنصار السنة بحلف الفضول في جواز التعاون مع أهل البدع؟ أولا، ما يسمى بالتعاون مع أهل البدع، وده ببساطة مشاركة فرق الضلالة فيما يسمى عندهم بالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولا يا إخواننا، التعاون مع كل منحرف أو فرقة ضالة هذا أصلا لا يجوز. الدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والناس اللي بيخوضوا في آيات الله هم أهل البدع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذن يا إخواننا، بمفهوم الآية دي، إذا أنت رأيت فرقة من فرق الضلالة معناه الفرقة دي بتخوض في آيات الله بالباطل، يبقى الواجب عليك تعرض عنها، يعني تبتعد. جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن، فاعلموا أنهم الذين سماهم الله فاحذروهم. إذا ربنا أمرك أنك تحذر، تبتعد من الناس اللي بيخوضوا بالباطل، الناس اللي بيحرفوا القرآن، بيحرفوا معانيه، ومش بيحرفوا نص القرآن، نص القرآن محفوظ، لكن يحرفوا معاني القرآن ويبدلوها ويأولوها بأهواهم. ربنا قال لك ابعد عنهم. شوف من التحريف كويس، الصوفية قالوا، ربنا قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الآية معناها واضح، يعني حتى الإنسان اللي ما قرأ تفسير معناها واضح. ألحقني بالصالحين يعني شنو؟ يعني أجعلني من زمرة الصالحين، ألحقني بهم. زي يقول لك فلان التحق بجامعة الجزيرة، التحق بها كويس. تعرف الصوفية فسروها كيف؟ قالوا: ألحقني بالصالحين، يعني بالدارجية السودانية، ألحقني بالصالحين. ده مش من الخوض في آيات الله بالباطل؟ إذا كان ده من الخوض في آيات الله بالباطل، يبقى الواجب عليك إنك إذا رأيت من يخوض في آيات الله بالباطل إنك تبتعد عنه. هذا مفهوم الآية. طيب، إذا كان إخواننا القرآن نص على البعد من أهل البدع، والسنة نصت على البعد من أهل البدع، لا يمكن إنه السنة تتناقض. دي ذكرت مجمل، تخلي في بالك، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقض؟ هل النبي متناقض؟ يجي يقول لنا ابتعدوا من أهل البدع، ما تسمعوا لهم، إياكم وإياهم. حديث صحيح مسلم قال: إياكم وإياهم. كويس، ممكن يجي يقول لك إياكم وإياهم، ويجي يقول لك لا، بيجي يقول لك لا أدعاهم معهم. يبقى ده من التناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن التناقض. ده رد أول. رد ثاني: حلف الفضول ليس فيه التعاون مع مبتدع زي ما بسموهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حلف الفضول هو نصر للمظلوم، ده خلاصة ما فيه، نصر للمظلوم. أضرب لك له مثال بسيط. لو أنت الآن قاعد، أنت وصاحبك قاعدين جنب الجامعة، شفت لكم اثنين هناك بيشاكلوا، واحد كبير وعاتي بيضرب في الولد الصغير، بيضرب فيه ضرب شديد، والولد داك ما قادر عليه، انتوا في الوقت ده هتعملوا شنو؟ كده التصرف الطبيعي، مش هتمشوا اقلا تحجزوا منه؟ مش كده؟ اقلا هتحجزوا منه، وممكن نصرة اكبر تسوقوهم الاثنين، تودوهم للشرطة وتاخدوا للصغير حقه من الكبير، مش كده؟ ما بتجد عاين تقول لي الا ها الكبير ده صوفي ولا تجاني ولا تصغير شنو؟ ما خلاص،
ده نصرة للمظلوم فيما يتعلق بأمر الدنيا. لو ده كافر مسلم ده كده ده انت في النهاية المظلوم بتنصره وبتاخد ده حقه في النهاية. حتى لو لقيت مسلم بيظلم في كافر انت الواجب عليك تنصفه وتاخد للكافر حقه من المسلم، لا بد من العدل حتى ولو كافر. ده فيما يتعلق بشنو يا اخوانا؟ في امر الدنيا. عشان كده حلف الفضول غاية ما فيه هو نصرة للمظلوم فيما يتعلق بأمر الدنيا، لكن ده أصلا ما فيه إنه يتحالف مع مشرك ويمشي يقول الكفار تعالوا نعمل مؤتمر عام. أتخيل معاي إذا كان ده الفهم يجوا هم يعملوا مؤتمرات الليلة، مؤتمر يلقى فيه شيخ أنصار سنة وشيخ تاني أخو مسلم وشيخ ثالث صوفي وشيخ رابع بغادي شعبي وكده، كلهم يقول لك نحن الآن لمحاربة الرافضة. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مكة وجاب أبو جهل وأبو لهب وعمل لهم مؤتمر واحد قال لهم تعالوا مع بعض كلنا نحن نحارب الروم؟ لا، ما في كلام زي ده. وبالتالي يفهم من الكلام ده إنه حلف الفضول هو عبارة عن نصرة للمظلوم ما عنده أي علاقة بالاستدلال بتاعهم إنه يتعاونوا مع أهل البدع.